تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، وإن شاء الله يعني بداية أسبوع موفق، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، ودائما الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخ نجاة السويدي، وأيضا في الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن السرحيل، وأيضا أصبح على زميلتي الأخت آمنة آل علي. صباح الخير. اهلا فيك اخوي عبد الله، صباح النور والسرور. يا مرحبا وسهلا، وانا محدثكم مستمعينا الاعزاء عبد الله محمد جمعه، وايضا من خلال برنامج صحه وسعاده نرحب دائما بتواصلكم معنا على الارقام 600551414 وعلى الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006، ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا. واليوم اول فقره من فقراتنا خبر محلي أو عالمي تحت عنوان التغذية السيئة للحامل قد يزيد من خطر البدانة لدى الأطفال، وتعطينا تفاصيل الخبر الأخت آمنة آل علي. ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتكون معنا إن شاء الله اليوم عبر الهاتف الزميلة أسماء الجناحي. أما فقرة التغذية اليوم تحت عنوان الماء والأصناف المنتشرة في الأسواق، وبنعرف أيضا أهمية الماء مستمعين الأعزاء وأصناف الماء، وبنتحدث عن الاختلافات اللي بينها. وآخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان الهذيان عند كبار السن. فهي فقراتنا لهذا اليوم مستمعينا، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ فقرة الأخبار أختي آمنة. نعم، فقرتنا اليوم أخوي عبد الله تكلم عن التغذية السيئة للحامل إنها ممكن تكون سبب في خطر البدانة لدى الأطفال، وخلص باحثون إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يأكلن الكثير من الأطعمة المصنعة الغنية بالسكر والملح يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالبدانة في مرحلة متأخرة من الطفولة. وقال لينغوي من كلية الصحة العامة في جامعة دبلن إن الأطفال المولودين لأمهات يتبعن نظام من غذائيا منخفض الجودة أثناء الحمل قد يكونون أكثر عرضة لأن يعانوا من البدانة أو الدهون الزائدة في الجسم. وأضاف تشير دلائل متزايدة إلى أن الأيام الألف الأولى من الحياة من الحمل إلى عمر السنتين كانت فترة حساسة على صعيد الوقاية من البدانة لدى الأطفال، وغالبا ما تستمر البدانة في الطفولة إلى مرحلة البلوغ، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى. وطبعا قسمت المشاركات إلى مجموعتين، وخلال المتابعة جرى احتساب مؤشر كتلة الجسم للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأخرة من 10 إلى 11 عام تقريبا، وخلص الباحثون إلى أن الأطفال الأكبر سنا المولودين لأمهات أكلن طعاما بنوعية سيئة طوال فترة الحمل من المرجح أن يكون لديهم دهون أكبر وكتلة عضلية أقل. فطبعا أخوي عبد الله نلخص هذا الخبر. نعم. بأن نقول للأمهات الحوامل أن لا تتوقعون أن مثلا الأكل الغير
صحي أثناء الحمل ما بيأثر على الطفل، فهذه دراسة صحيح. تقول أن ممكن الأكل أو النظام الغير صحي أثناء الحمل أن يؤثر على الطفل وأن يعرضه للبدانة. أيضا يعني اختيامنا كثير من كثير من الأوقات أيضا السوء التغذية أو التغذية الغير متوازنة والغير صحية تؤثر يعني من بداية الحمل، مثل ما سمعنا الأسبوع الماضي من الدكتورة، من بداية الحمل إلى حتى الولادة، وأيضا يستمر هاي التصرفات الغير صحية للحامل يعني يتأثر فيها الطفل يعني خلال سنوات العمر البدائية من حياته. نعم، فطبعا نتمنى للجميع أخوي عبد الله الصحة والسعادة وأنهم ينتبهون لنظامهم نعم. الغذائي. صحيح. وننتقل اختيامنا من فقرة التغذية إلى فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله، صيامنا عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحش إن شاء الله بالنور والعافية. وشو بتخبرين أسماء اليوم من مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي؟ ناخذ طالب جولة في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الرسائل الجميلة اللي كانت موجودة رسالة أو تغريدة من السفير البريطاني في دولة الإمارات، يقول فيها: وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا في الإمارات مذهلة، هي الآن بمعدل 64 لقاحا لكل 100 شخص وهي آخذة بارتفاع. شكرا جزيلا لأصدقائنا في هيئة الصحة ودائرة الصحة أبوظبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للكوارث والأزمات في الدولة لهذا الإنجاز العالمي الذي سينقذ عددا لا يحصى من الأرواح. هذه التغريدة كانت من التغريدات اللي لاقت تفاعل جدا كبير في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة، نحن أكدنا في يوم الجمعة نصيحة للمتوجهين إلى أداء صلاة الجمعة، كانت مجموعة من النصائح. أهم نصيحة اللي نحن دائما نقولها أخوي عبد الله: عدم الذهاب أو الخروج من المنزل في حال وجود أعراض مرضية مهما كانت الأعراض المرضية، خصوصا في الأماكن مثل دور يعني الأماكن العامة مثل المولات ودور الصلاة وغيرها. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي دائما نأكد عليها إحضار أدواتك الخاصة والوضوء أو يعني أداء الوضوء في المنزل، والتزام طبعا من الأشياء الثانية الإجراءات الوقائية الثانية. أيضا من ضمن الأشياء اللي دائما الناس تحب تسويها في الويكند إن يروحون المراكز التسوق، وأيضا كان في مجموعة من النصائح. ومن ضمن النصائح اللي هي مختلفة عن المساجد هي الالتزام باستخدام الوسائل الدفع الذكية عند الشراء، وأيضا المحافظة على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين باستمرار. فأيضا من ضمن الأشياء اللي كانت توصلنا بعض الملاحظات في قنوات التواصل الاجتماعي، متى يتم تقديم الجرعة الأولى من لقاح مرض كوفيد؟ الجرعة الأولى تقوم هيئة الصحة بتقديم الجرعة الأولى بعد الإصابة بثلاثة أشهر. أيضا يمكن الأشخاص أن يأخذون التطعيم في حال يعني إذا كان بين الجرعتين ومرور 10 أيام اللي هي مدة العزل أو الحجر وبدون أعراض، أو إن كانت أعراض خفيفة ممكن أن يأخذون الجرعة الثانية لما يجي موعد الجرعة الثانية. أيضا من ضمن الأشياء اللي توصلنا كيف نحن نأخذ موعد، هو عن طريق التطبيق أو عن طريق مركز الاتصال 8342. اللي مستفعبين التطبيق ممكن يتواصلون معنا عن طريق مركز الاتصال، واللي يحبون الطرق الذكية متوفرة من خلال تطبيق هيئة الصحة DHA موجود في الأب ستور والأندرويد. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت يعني أو الأكثر تداولا، ونحن نشكر الجميع على أنهم سوينا يعني تاج في قنوات التواصل الاجتماعي على تجربتهم الإيجابية في جميع مراكز تلقي اللقاح أو مراكز تقديم الخدمة في هيئة الصحة. نشكر الجميع ويعني يسعدنا جدا استلام يعني تجاربهم الإيجابية معنا، ونشكرهم ونحن دائما موجودين لهم. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكرا لإعطائنا مستجدات في الوسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا الأعزاء بنطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة التغذية اليوم مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة تحت عنوان الماء والأصناف المنتشرة في الأسواق. ومثل ما تعرفون بأن الماء من ضروريات الحياة، وهناك الكثير من الأنواع اللي موجودة في الأسواق. بنتعرف اليوم مع ضيفتنا اللي بتكون ويانا إن شاء الله عبر الهاتف الأستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، عن أصناف
أصناف المياه. وأيضا بيكون عندنا إن شاء الله اليوم اتصال، بناخذ الاتصال بعد الفاصل. ناخذ وياكم فاصل مستمعين الأعزاء وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعين على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 400. وقبل لا ناخذ اختئامنا فقرة التغذية اليوم تحت عنوان الماء والأصناف المنتشرة في الأسواق، وصلتنا رسالة شكر نحب أن نخبركم إياها. الرسالة رسالة شكر إلى مركز المزهر الصحي التابع لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي، والشكر موصول للأخوات منى أحمد القاسمي وأيضا الأخت زينب علي كياف وأيضا الدكتور محمد الشهري، وذلك بأسلوبهم الراقي في التعامل والابتسامة الدائمة. وطبعا الشخص هذا يعني سعيد جدا بأن يعني تم استقباله استقبال جميل، والابتسامة اللي دائما كانت يعني خلال تعامله في مركز المزهر الصحي. وإن شاء الله نحن بدورنا أيضا بنوصل رسالة الشكر وبنوصل الرسالة هاي لإدارة مركز المزهر الصحي. شكرا جزيلا، وننتقل اختئامنا إلى فقرة التغذية اليوم. نعم طبعا أخوي عبد الله، رسائل الناس الإيجابية دائما تنعكس على المتعاملين، ونحن سعيدين جدا بما قدموه طبعا لهذا المتعامل، ونتمنى طبعا للجميع الاستمرار بهذه الطاقة الإيجابية اللي أسعدتنا اليوم. صحيح. وطبعا اليوم فقرة التغذية عن الماء والأصناف المنتشرة في الأسواق، ومثل ما نعرف أن الماء من ضروريات الحياة اللي لابد منها، وفوائده للصحة متعددة ولا تحصى، فهو يعمل على ترطيب الجسم وتحسين وظائف الدماغ وتنظيم درجة حرارة الجسم، وطبعا ما ننسى والأكيد أنه يحسن المزاج ويحسن عملية الهضم وغيرها الكثير الكثير. وللحديث اليوم عن أصناف الماء المنتشرة في الأسواق يسرنا أن تكون معنا الأستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة مريم. صباح جميل أختي آمنة وأخوي عبد الله، وحياكم الله وتحية متجددة دائما لمستمعينا الكرام. صبحك الله بالخير والنور والعافية أختي مريم. أنا أيضا يعني مثل ما ذكرت أختي آمنة بأن نشكركم يعني الحقيقة على اختياركم لهاي العناوين أو المواضيع المهمة. أنا اليوم صراحة يعني سعيد جدا لاختيار هذا الموضوع اللي هو أصناف الماء، لأن فعلا مثل ما ذكرت آمنة بأن هناك يعني كثير من الأصناف، يعني بنعرف إن شاء الله اليوم منك المزيد حول هذا الموضوع بإذن الله. طبعا كثرة التساؤلات حول الاستفسار مثل ما قلت أخوي عبد الله عن أنواع المياه المتوفرة في الأسواق، وخلت الناس شوية مرتبكة ما تعرف شو النوع الأفضل للصحة. صحيح. ومثل ما نعرف الحين هالناس مقبلة على جميع أصناف الأكل أي نوع أكل سواء سكريات دهون وهاي الأمور، فتدور بالمقابل إلى شيء أنها تحافظ على صحتها. نعم. ففي البداية ما نعم أستاذة مريم، مثل ما نعرف الحين لكثرة هذه الأصناف مثل ما ذكرنا أصناف المياه اللي هي موضوعنا لليوم، كيف نقدر نعرف شو هو الماي المناسب لاحتياجنا؟ بالضبط. الماي مثل ما نعرف هو طبعا الجسم تكوينه تقريبا من 60-70% مكونه الرئيسي الماء، ومثل ما قلتي وذكرتي فوائد الماء أهمها اللي هي ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات. بالنسبة للمياه الشرب لها معايير معينة بنتعرف عليها الحين، اللي هي في البداية القلوية. قلوية الماء جدا مهم أن نحن نعرفها، اللي هي قياس الحموضة والقلوية في الماء.
دائما قلوية الماء تكون متعادلة في المياه بشكل عام المعروف، ولكن مع وجود هاي الأصناف اختلفت شوي القلوية، ولكن هاي القلوية المتعادلة تكون آمنة للجسم، لأنه مثل ما نعرف أن كفاءة الجسم أو الجسد معروف أنه عبارة عن نظام معقد، وفي نفس الوقت هو منسق، بحيث أنه أي مضاعفات على المياه هاي ممكن ما لها أثر كبير. فعندنا بالنسبة لأنواع المياه اللي موجودة اللي منتشرة في الغالب، عندنا أول نوع اللي هو الماء الغازي. الماء الغازي عبارة عن الماء العادي مذاب فيه ثاني أكسيد الكربون. هذا ثاني أكسيد الكربون يخلي قلوية الماء تنزل، يعني يستوي الوسط حامضي في الغالب. ففائدته في بعض الدراسات البسيطة عليها أنها تساعد على تحسين الجهاز الهضمي والشعور بالشبع. نعم. في الغالب. صحيح. وممكن إذا حد مثلا فيه لوعة ولا شيء ممكن يخفف من هاي الأمور في الغالب. صحيح. وعندنا النوع الثاني اللي هو الماء المشبع بالأكسجين. نعم. نحن عارفين عنصر الأكسجين دائما هو عنصر حساس جدا، فقابلية ذوبانه في الماء منخفضة جدا، يعني فإذا بناخذ الماء نفسه هذا في البداية لازم العلبة تكون صغيرة، لأن إذا كانت العلبة كبيرة لازم نخلصها في نفس الوقت أساس إذا الجسم بيستفيد من الأكسجين. نعم. أختي مريم والأستاذة مريم عفوا، عندنا كثير اليوم الحقيقة يعني استفسارات يعني حول هذا الموضوع، ذلك بسبب أهميته. أنت تفضلتي يعني عن الماء وأهمية الماء وأيضا الأصناف المنتشرة أختي مريم في يعني الأسواق. يعني اليوم شخص يسأل يقول بالنسبة للبطاقة، يعني البطاقة ينصح التعبير يعني تسمى البطاقة الغذائية اللي موجودة خلف العلبة، ما هي المعلومات اللي يحتاج الشخص اللي يعني يقراها وياخذ الماء يقرر ان هذا الماء الصحي السليم على اساس انه يستخدمه، شو الاشياء يركز عليها؟ الفتره الاخيره وتلاحظين استاذه مريم كل الناس تشوف يعني ما يعني البطاقه الغذائيه اللي فيها اقل صوديوم صفر معناته انه هو هذا الافضل، فهل هو الصوديوم يعني الجانب المعني المهم يعني من المواد المحتويه في الماء ان تكون يعني مستوياتها نازله، ولا في اشياء ثانيه؟ بحسب منظمة الصحة العالمية أن وجود الصوديوم في مياه الشرب ما يشكل أي قلق صحي للمستهلك العادي. يعني كم لو كان نسبة الصوديوم ما يشكل قلق أختي مريم؟ هو الستاندر المعروف ضمن منظمة الصحة العالمية من 20 لين 175 ملي جرام لكل لتر. نعم. هاي الكمية تكون آمنة في الماء. نعم. إذا كانت أقل من 20 معناته قليل الصوديوم يكون الماء، وإذا كان طبعا صفر أو أقل من 1 أو أقل من 5 يعتبر هذا صفر صوديوم في الغالب. صحيح. أيضا الغالب ما يشكل يعني بالنسبة للبطاقة الغذائية العناصر الأساسية اللي موجودة في الماء اللي هي الكالسيوم المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، فهي يعني الكميات اللي موجودة فيها جدا قليلة وما ما ما راح تأثر وايد ولا بتفيد الناس بكميات كبيرة كثر المصادر الغذائية الأخرى. نعم. عندنا أيضا استفسار أستاذة مريم، عندنا الشخص يسأل يقول هو متعود على نوع معين من الماء، هل تغيير النوع من فترة إلى فترة صحي ولا أنه يعني يلتزم مع نوع معين متعود ودائما يشتري؟ إذا هو يقصد الماء بشكل عام الماء، لكن الماء الشرب شركات مختلفة، شركات مختلفة يعني شركات مختلفة ما يأثر، لأنك أنت محتاج الماء أساس أنت ترطب جسمك ويعتمد على الكمية اللي أنت تشربها خلال اليوم. صحيح. يعني المفروض الواحد إذا بيحسب، إذا بنقول أسرع حساب لاحتياج الجسم للماء بشكل يومي، نقول كل كيلوغرام من الجسم يحتاج تقريبا 30 ملي لتر من الماء، يعني ناخذ الوزن ونضربه في 30 فيعطينا كمية الماء احتياج الجسم للماء خلال اليوم الواحد.
الوزن في 30، ممتاز. يعني خلنا نحن نسهل أستاذة مريم الموضوع، يعني كم لتر يحتاج الشخص إنه يعني من حصته من الماء بشكل يومي إذا كان إنسان يعني صحي وما عنده أي مشاكل صحية؟ بالضبط، إذا الإنسان صحي ويمارس حياته بشكل عادي المفروض ما يقل عن لترين ماء في اليوم. هاي بالنسبة لنقول المرأة، لكن الرجل يفضل أكثر عن لترين ونص في اليوم. ولكن إذا كان رياضي طبعا يحتاج أنه أكثر. وإذا مارس رياضة يحتاج أنه يأخذ كميات طبعا أكثر. نعم تفضل يا أستاذة. إنزين، إنه اللي هو الماء الدارج الحين قلنا بالنسبة للصوديوم اللي هو من 20 إلى 175 ملغرام، هاي الكمية. في عنا الحين منتشر اللي هو الماء القلوي بشكل كبير، ومثل ما نعرف هاي الأنواع من المياه سعرها مش بسيط في السوق. صحيح، سعرها جدا يعني غالي، يعتبر غالي، يعني مبالغ ندفع عليها. وأنا عن نفسي جربت نوع واحد من هاي الأنواع أساس أني أعرف، لأن في ناس تتخيل أو تتوهم أن هذا يحسن من الصحة والأداء. طبعت هاي في الغالب الماي هذا ليش طلع، ليش انوجد؟ انوجد في الغالب للرياضيين، لأنه الرياضيين يوم يمارسون الرياضة والرياضات اللي تكون فيها شدة شوية العضلات تكون تعبانة عندهم ويفرز منها حمض اللاكتيك، فيحسون بتعب وبإرهاق وضربات والقلب يكون مجهد، فبالتالي طلعوا هاي النوع من الأنواع أساس أنه يشوفون هل الرياضي ممكن يستفيد منها ولا لا. لقوا في بعض الدراسات أن في استفادة بسيطة في تحسن الأكسجين في الجسم وتحسن الجهاز التنفسي. نعم. الماء القلوي اللي هو إذا بنتكلم عنه في الغالب تكون العناصر القلوية المعادن فيها شوي تراكيزها أكثر، والرقم الهيدروجيني أو البي اتش يكون أعلى عن 7. نعم أستاذة مريم، لضيق الوقت نقدر نختصر المعلومة اللي حابين نقدمها للمستمع، أن إذا بنقول له شو هي النصيحة بخصوص أنواع الماي المنتشرة، نصيحة أخيرة ممكن تقدمينها لهم؟ أنا عن رأيي اللي يهمني أكثر شيء أن الواحد يشرب كميات كبيرة من الماء، ما يهمني نوع الماء، لأن الاستفادة تكون الأنواع هاي اللي طالعة ما فيها أي ضرر للجسم في الغالب. اللي يحس أمره مرتاح وتحسن ياخذها ما في مشكلة، ولكن أنا الكميات هي اللي تهمني أن الواحد يكثر من شرب الماء. نعم شكرا لك أستاذة مريم علي، أخصائية التغذية السريرية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بهيئة الصحة في دبي، على هاي المعلومات القيمة. حياكم الله. نعم بنطلع فاصل أختي آمنة، وبعد الفاصل نعم بناخذ اتصال. نعم ألو. ألو مرحبا. مرحبتين أخوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة، شكرا. يا أخوي الله يحييك، شاكرين تواصلك برنامج صحة وسعادة، تفضل الغالي. عفو يا أخوي، زاد فضلك، أنا عندي شكر صراحة حق الصحة بصفة عامة وقسم سعادة المتعاملين، أخو اسمه عدنان، منك ما أعرف غير عدنان، جزاه الله خير وطول عمره. هو معروف عدنان إدارة سعادة المتعاملين. إيه نعم في إدارة، أنا ما أعرف عاد شو اسم الباقي منك، وجزاه الله خير. معروف. عندي شوية مشكلة في المستشفى، في يوم اتصلت بيهم طول عمرك تواصل معايا وحللي المشكلة في تيم قياسي جدا. نعم. حاب أشكر صراحة بخصوص والصحة بصفة عامة، وأتمنى طول عمرك منهم، أتمنى له يعني الدوام والتقدم، الله يوفقه ويستر عليه وعليكم.
الله يبارك. تسلم تسلم أخوي. طبعا إحنا شاكرين لك اتصالك في برنامج صحة وسعادة وقسم علاقات المتعاملين بهيئة الصحة بدبي، قسم طبعا متميز والحمد لله. هذه ليست الرسالة الإيجابية الأولى، دائما تصلنا رسائل شكر على سرعة استجابتهم. هذا الشخص يعني ما شاء الله، الله يحفظه ويوفقه، يعني حمل لي موضوعي في تيم أنا ما كنت أتوقع ولا قد يخطر على بالي. وطبعا إحنا نوصل للأخ عدنان إذا كان يسمعنا اليوم الشكر الجزيل له ولفريق العمل الذي يعمل معه أيضا على تعاونه الدائم مع المتعاملين، والشكر أيضا موصول لك، ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. الله يطول عماكم ويجزيكم خير، وأتمنى صراحة أنهم يختارون نفس شكيلة عدنان، معلش هذه أنا وجهة نظري. نعم والله العظيم أنا أتمنى. صحيح إحنا نتمنى يكون عندنا عشرة مثل عدنان في الهيئة، وأصلا عندنا الحمد لله هم فريق. والله العظيم الله يحفظه، الله يحفظه ويوفقه. أنا ما أعرف اسمه غير عدنان، بس قال لي معاك عدنان وما عدنان معروف صراحة. غني عن التعريف ما شاء الله عليه. الله يوفقكم ويحفظكم. شكرا لك، والله يعطيكم الصحة والعافية، وإلى إن شاء الله إلى الأمام. الله يبارك فيك، شاكرين تواصلك أستاذي، وإن شاء الله رسالتك بتوصل للمعنيين في هيئة الصحة بدبي، وبالأخص يعني أنا بشكل شخصي بتواصل مع الأخ عدنان وبخبره على رسالتك الجميلة. شكرا جزيلا لك. اختيامنا أيضا عندنا شكر خاص والتقدير من مخرجنا المتألق الأستاذ أيمن سرحيل أيضا للأخ عدنان، وإن شاء الله اليوم بنتأكد يعني أنا وإنت إن شاء الله بعد البرنامج ونتواصل وياه وبنخبره هاي الأخبار الجميلة. طبعا عبد الله هناك دائما جنود مجهولين يعملون في هيئة الصحة في دبي، ومنهم الأخ عدنان اللي أصبح حتى الآن يعني حديث الجميع وقسم أو إدارة علاقة يعني علاقة المتعاملين كلهم لهم الشكر أيضا على هذه الجهود الذي يبذلونها. صحيح. ونتمنى طبعا دائما نسمع مثل هذه الرسائل الإيجابية ونوصل هذه الرسائل. نعم. أيضا اختيامنا المعروف عن الأخ عدنان أن يعني عمله لا يرتبط فقط لساعات العمل، فتلاحظين دائما أنه تواصل بشكل مستمر للمتعاملين بعد ساعات العمل، فهي أيضا ميزة جميلة في الأخ عدنان وتواصله، يعني مثل ما ذكرنا أنه يعني لا يرتبط فقط بساعات العمل. نعم، هذا الإحساس بالمسؤولية أخوي. نعم. عبد الله، سواء في الأزمات أو في أي وقت كان دائما هناك جنود مجهولين يعملون لخدمة المواطنين، يعملون ليلا ونهار، وهذا طبعا هو اللي يجعل هيئة الصحة في دبي ترتقي دائما بمستوى الاستجابة لشكاوي المتعاملين، لأن هناك لدينا موظفين مثل الأخ عدنان يعملون بذمة وضمير لخدمة المجتمع. نعم، أيضا إحنا لا ننسى الحقيقة يعني كل الشكر والتقدير لإدارة سعادة طبعاً. المتعاملين بهيئة الصحة بدبي كفريق عمل متكامل الحقيقة، والعمل بكل جدية، ودائما هدفهم هو يعني سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. ناخذ فاصل اختيامنا، وبعد الفاصل اليوم فقراتنا الثانية عن خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان الهذيان عند كبار السن، وبتكون معنا إن شاء الله أو بيكون عفوا معنا عبر الهاتف الدكتور محمد جميل النعماني استشاري طب المسنين بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومع خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم اختيامنا الهذيان عند كبار السن. طبعا أخوي عبد الله، يعاني العديد من كبار السن من مشكلة الهذيان واضطراب القدرات العقلية التي تؤدي إلى التفكير المشوش وقلة الوعي بالبيئة المحيطة، وهي مشكلة صحية تظهر عادة مع التقدم في العمر. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور محمد جميل النعماني استشاري طب المسنين بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور محمد. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. حبينا نعرف منك في البداية عن أسباب هذه المشكلة الصحية والفئات العمرية اللي تتعرض لمشكلة الهذيان.
طيب احنا بداية نحب نعرف الظاهرة ونفرقها ما بين الهذيان والخرف عشان المصطلحات لا تختلط على الناس. نعم. الهذيان نقصد به شيء مختلف تماما عن الخرف والألزهايمر والقصة اللي هي المعروفة والشائعة عند الناس. احنا الهذيان بنعرفه كتغيير مفاجئ مفاجئ يعني يتم في خلال ساعات أو أيام قليلة في درجة الوعي والإفاقة والإدراك مع تدهور شديد في القدرة على الانتباه والتركيز، ويكون مصحوب عادة بتغيرات سلوكية مثل العصبية والتهيج، شيء من الهلاوس البصرية كأن يرى المصاب أشياء غير موجودة تثير في نفس المخاوف، أو يرى بعض النقوش في الفرش والستائر والسجاد وعلى أنها حشرات أو أفاعي تتحرك فتزيد حالة الهلع، كما لا يستطيع أنه ينتقل من محور إلى آخر في الحديث. على سبيل المثال لو سألنا المريض شو اسمك مثلا أو ما اسمك، بعدين سألنا أين تسكن، يظل يجيب اسمي كذا اسمي فلان، ما يقدرش يغير الموضوع. ده المقصود بالهذيان، وهو يعبر عن أن في خلل في الجسم عضوي، يعني هذه مش حالة نفسية، دي خطورة الموضوع. هذا يكون يخبئ وراء حالة عضوية كخلل مثلا في المخ، في الكبد، في الكلى، في القلب، أملاح الدم، اضطراب في السكر، أي شيء، جلطة دماغية، جلطة في القلب، فهو ليس حالة نفسية. التركيز هنا شيء يختلف تماما عن الألزهايمر. صحيح. هذا موضوع جديد وحبينا نطرقه معكم في صحة وسعادة يعني. نعم دكتور محمد، انت ذكرت في البداية بأنه يعني تغيير مفاجئ في درجة الوعي لدى الشخص، هل يعني ما هي مدة المدة اللي ممكن يعني الشخص يكون فيها يعني بهاي الحالة النفسية مثلا الهذيان، او هل مرتبطة مع مثلا مع العمر؟ طبعا القصة دي يعني خاص فقط في كبار السن، لا تحدث نعم. كبار يعني بعد 65 فما فوق، وتظهر في خلال ساعات، يعني يمكن يكون بالنهار الأمور كلها طبيعية، ومع بداية المغرب كده والظلام تبدأ الأعراض دي تظهر يعني بدون أي سابق مقدمات أو إنذار. إذا أردنا أن نتكلم في الأسباب سنتطرق إليها يعني. خلنا دكتور نتكلم الأسباب وأيضا الأعراض. طيب هي الأعراض إحنا تقريبا عطينا فكرة عنها، إن تقريبا جميع القدرات الذهنية من الإدراك، إنه يعرف الأشخاص، يعرف المكان، يعرف الليل من النهار، كل هذا يختلف. نعم. الذاكرة طبعا بذات الأشياء القريبة كمان يعني تتأثر بشدة، يكون في صعوبة في الكلام، وحتى لو تكلم يكون الكلام غير مفهوم أو غير منطقي. لو هو من الناس اللي تقرأ وتكتب يبقى عنده صعوبة في القراءة والكتابة. نعم. الهلوس البصرية يشوف أشياء مش موجودة مثل ما قلنا. الشك يكون بشكل مبالغ فيه جدا جدا جدا، يعتقد أن كل من حوله يريد أن يأذيه ويسمه وأشياء من هذا القبيل. الغضب وسرعته حدث ولا حرج عن سرعة الانفعال والغضب عند هذه دي الأعراض تقريبا. وأضف إليها أنها تكون بالليل أسوأ بمراحل من النهار، يعني في الليل قد يكون الأمر لا يطاق، يعني يدفع الأسرة أنها تذهب به إلى المستشفى، يعني غير قابل للتحمل أبدا. نعم. إذا أردنا أن نقول شو اللي سبب هذه الحالة، فأستطيع يعني بإجازة أن أقول أن كل الأمراض المتعارف عليها تظهر في كبار السن على شكل هذيان وليس بالأعراض التقليدية المتعارف عليها. يعني لو قلنا مثلا على رأسها التهابات البول، والسبب الرئيسي في هذه القصة التهابات البول، التهابات الجهاز التنفسي العادية، الجلطات الدماغية القلبية، يعني جلطة القلب في كبار السن لا تأتي على شكل ألم تقليدي في الصدر كما هو متعارف عليه حتى من خلال الدراما وكذا، لا تأتي بهذا الشكل. أي خلل متعلق بوظائف الكبد، الكلى، القلب، أملاح الدم، خلل صوديوم بوتاسيوم، خلل في السكر، نقص السوائل، هذا أمر جدا شائع في كبار السن، والجفاف، لأن كبير السن عادة ما يشعر بالعطش مثل الناس العادية، هذا سبب شائع جدا. 3-4 أيام وتبدأ تظهر أعراض بهذا الشكل. نعم. إذا توقف من شرب السوائل. كثير من الأدوية وعلى رأسها المهدئات أحذر منها بشدة، هي السبب من الأسباب الرئيسية في هذه الحالة. الأدوية النفسية كلها بلا استثناء، الألم الشديد في أي مكان في الجسم.
نعم طبعا دكتور عفوا، بس هل هناك ممكن نعتبر تغيرات سلوكية أو عاطفية تظهر على الشخص كأن يعاني مثلا من القلق أو الخوف أو الاكتئاب؟ يعني شو هي التغيرات اللي ممكن تقول لنا أن هذا الشخص مصاب بالهذيان غير التغيرات اللي ذكرتها في البداية؟ طبعا القلق عرض رئيسي جدا في الهذيان، يعني ستجد المريض جاحظ العينين متحفز لو سمع مثلا جرس الباب أو وضع كوب على الطاولة سوى صوت خفيف، يعني يستفز كما لو كان في زلزال حدث. دليل من الأعراض المميزة جدا لحالة الهذيان يعني القلق، التوتر، التحفز، عدم الراحة، لا يستطيع أن يجلس على كرسي واحد لمدة طويلة، ينتقل من هذا الكرسي لهذا الكرسي لهذا الكرسي، من غرفة لغرفة، بنسميها restlessness أو عدم القدرة على أن يرتاح في مكان واحد. أعراض نفسية أيضا الشك من الأعراض المميزة جدا، يكون مبالغ فيه بشكل خرافي، متشكك في كل الأشخاص اللي حواليه أنهم يعني يبغون يؤذونه أو شيء من هذا القبيل. يعني دي ملخص الأعراض النفسية اللي تظهر في هذه المرض. نعم طبعا دكتور، إذا بغينا نقول هل هناك يعني أنواع للهذيان من شدة يعني الإصابة؟ يعني هل هناك هذيان بسيط، هذيان يعني حاد؟ هل هناك أنواع أو درجات للهذيان؟ يعني النوعين الأبرز اللي احنا ننوه عليهم إن في الأغلب بتكون حالة من التهيج والعصبية والصراخ والتحفز، إنما هناك حالات تأتي على العكس تماما، يكون المريض في حالة من النعاس الغير معتاد والنوم وقلة الحركة والتفاعل. يعني هم على مستويين مثل ما نقول دكتور، يا يكون شديد أو يكون يعني هادئ. العكس يعني، ولا مثلا حالة هيجان رهيبة أو بالعكس خالص، يعني فيك تحاول تنوينش من الشبرية مثلا، ما يدوم تكلمي ما يرد عليك، تفاعل ما في تفاعل، صورة مغيرة مثلا للأمس، يعني البارحة ما كان شيء بس الحين لا يستجيب لأي منبه ولا أي حد، يعني يزجر عليه حد يبي يتكلم وياه حد يبي يوديه الحمام أبدا. نعم شيء تحول صريح الفراش وما يعني ما له بعض يعني يستجيب لأي شيء. نعم طبعا دكتور، هناك أكيد لهذا النوع من الهذيان سواء الشديد أو مثل ما ذكرت اللي يكون فيه هدوء، عوامل خطورة لهذا الهذيان ومضاعفات، فممكن نعرف المستمعين على عوامل الخطورة والمضاعفات إذا اشتد أو اشتد هذا النوع من أنواع الهذيان؟ طبعا على رأسها التقدم في العمر، ده أكبر عامل خطورة، وكل ما تقدمنا في العمر كل ما كانت الفرصة أكبر، يعني في الثمانينات أكثر منها من السبعينات أكثر من الستينات. نعم. دخول المستشفيات ولا سيما الرعاية المركزة، يعني قلما ينجو كبير سن لو دخل الرعاية المركزة من هذه الحالة. بعد العمليات الجراحية، وجود جلطات دماغية أو سكتات دماغية أو خرف مسبق، يعني الحالة عندها أصلا ألزهايمر يكون الشخص أكثر عرضة بكثير. يعني نقدر نقول دكتور العمر أو إذا دخل في جلطة أو عمليات سابقة، قد تكون من عوامل الخطورة للإصابة بالهذيان، يعني عوامل الخطورة عفوا. نعم الشخص اللي عنده كده في ملفه مفروض الطبيب يكون حذر أن هذا مرشح بقوة أنه يصاب بالهذيان. نعم. كثرة الأمراض المزمنة لا شك أنها عامل خطورة، كثرة الأدوية أكثر عن 5 أدوية فما فوق، ولا سيما لو كان فيها أدوية نفسية يعتبر عامل خطورة شديد جدا. آخر شيء تغيير محل الإقامة، يعني بالنسبة لكبار السن لو ما في حتى أي شيء من هذه العوامل بس تحول من بيت لبيت هذا عرضة للهذا. نعم دكتور محمد، أيضا عندي استفسار من أحد المستمعين يقول أثناء يعني سماعه لك عن موضوع يعني الأعراض يعني المضاعفات، يقول إنه هو عندهم شخص في البيت يعني يعاني تقريبا من نفس الأعراض، ولكن أكثر من شخص أو أكثر من طبيب تم إبلاغه بأن هاي أعراض الزهايمر، فهل يعني كيف ممكن يفرق بين يعني الزهايمر والهذيان اللي إحنا نتكلم عنه؟ الهذيان مثل ما خبرت حضرتك أنه تغيير مفاجئ يحدث في خلال ساعات وأيام، ولن يطول أكثر من 10 أيام أسبوعين، وإلا بيتحول لخرف وشيء شبيه بالألزهايمر.
الألزهايمر درجة الوعي ما تكون فيه متأثرة وايد، بمعنى أن الشخص قد يكون غير مدرك ولكن درجة الإفاقة يوم تشوفه تحس أنه صاحي، يعني يقدر ينتبه، يقدر يتكلم وياك، قد يكون الكلام فيه خرابي طيب بس لكن يقدر ينتبه ويركز. مريض الهذيان ما يركز أصلا، يعني قلت لك مثال واضح أنك لو سألت شو اسمك بالكاد ممكن يرد، بعدين لو ردنا سألناه وين تسكن يقول لك اسمي محمد، أقول لا أنا أسألك وين تسكن يقول لك لا أنا محمد، يعني ما في عنده قدر على الانتباه مطلقا. هذا أكثر ما يميز الهذيان. صحيح. وما تطول الحالة، يعني الحالة ولا أنها تعالج في غضون مثلا أسبوع أسبوعين، أو أنها هندخل بقى في مسار الخرف، أو لا قدر الله تنتهي بالوفاة. يعني الهذيان أكثر خطورة بشدة من الألزهايمر. فإذا كانت الحالة اللي يتكلم عنها السائل صلها شهور مثلا، لا هذه مش هذيان، هذه حالة خرف. لأنه يقول دكتور أنه كان يتوقع أن مثل ما تم إبلاغهم أن هاي علامات الزهايمر، ولكن يقول أثناء سماعه لك يحس أن احتمال ما يكون زهايمر، يمكن مشكلة الهذيان، ولكن يمكن مثل ما ذكرت أنت دكتور في البداية أن يعني هي يعني فترة مؤقتة ولكن ممكن تتحول من وإلى، يعني إلى نعم. صحيح. فهو الأخ السائل لو الفقر عنده القصة هذه صار لها شهور فيقدر يعتبرها أنها من عائلة الألزهايمر وهذا، إنما لو أيام يوم اثنين لا، يجب التعامل معها بحسب ونبحث شو السبب، لأن الهذيان الفرق بينه وبين الخرف أنه يعالج، يمكن شخص يرد طبيعي تماما خلال أيام قليلة. صحيح. لأنه والله سبب طبي. نعم تفضل. نعم. دكتور. نعم دكتور، إذا بننتقل للفرق بين الهذيان ومثل ما ذكر أخوي عبد الله الخرف ذكرت أخوي، فنقدر نقول يعني متى يجب على الشخص أن يزور الطبيب؟ وطبعا هذا دكتور ضيق الوقت، نتمنى أن تقول لنا إياها لو في دقيقة، متى شو هو العامل الأكثر خطورة اللي يقول لنا خذوا كبير السن إلى الطبيب فهو يعاني من الهذيان؟ في سطر واحد، أي تغيير سلوكي مفاجئ أو تغيير في درجة الإفاقة والوعي مفاجئ. يعني أبونا أمس كان بحالة، اليوم صبح الصبح بحالة مختلفة. نعم. فوراً اطلع المستشفى. نعم. إذا مثل ما ذكر. نعم. يعني إذا مثل ما ذكر الدكتور كان هناك يعني حالته يعني قبل ما يرقد مختلفة عن حالته يوم نش من الرقاد. بالضبط أحسن. نعم هذا طبعا يلخص أهم جانب في هذا الموضوع. طبعا دكتور يجب علينا أن نستمر إن شاء الله في فقرة أخرى في استكمال يعني هذا الموضوع، لأن أكيد هناك طرق للوقاية من هذا الهذيان بنتحدث عنها إن شاء الله في حلقة أخرى. دكتور محمد جميل النعماني استشاري طب المسنين بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك أولا على هذا الموضوع الشيق وطبعا المهم جدا، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور محمد. واختيامنا من بعد موضوعنا موضوع الهذيان عند كبار السن، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لمستمعينا الأعزاء معلومات صحية مفيدة، وهذا دائما طبعا نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل معنا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان في التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، وفي الإخراج مخرج المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأيضا شكرا لك اختيامنا. شكرا لك أخوي عبد الله. شكرا مستمعينا الأعزاء، تقبلوا تحياتينا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.